علي بتكلم عن مباراة نيوزيلندا والكويت. اي نعم. شنو ذكرياتك مع هذه المباراة؟ اول شيء بقول كلمة قبل هاي. اول حنا بالمدرجات لو وقفنا نقول حق الجمهور، يقول واحد له قائد، القادسية لفهد عبد الكريم، وانا بالعربي لو وقفت الجمهور اقول لهم بيان بيان سكرة الجمهور. شنو هالبيان اللي بيقوله؟ بيان صادر من رئيس رابطة القبقب وياكم كلهم يسمعون الملعب. حتى المرة قلتهم ديروا بالكم تعتدون على حكم أو على جمهور الثاني أو على لاعبين، ما لكم شغل، عليكم المدرج، عليكم فريقكم. صحيح. يلعب حتى شجعنا تشجيع قوي، احنا تشجع عدل، اللاعبين يرقصون بالملعب من الفرحة من التشجيع، هم يعطونا بالملعب يعطونا لعب واحنا نعطيهم تشجيع طبعا. اي هذا اللي احنا قبل. وثاني اللي قلتي بنيوزيلندا، نيوزيلندا كنا حافظين طبولنا وعفسه وجمال والربع والريش وهذول وجمعه وكله قاعدين، مجيد دشتي مال القادسيه، مجيد بو نواف الله يحفظه، قعدنا بالمدرج، جات واحده عيوز قاعد تقول جليل وعباس، عندنا طبال هاي تقول جواهل، جات هذه انا بالبحري وريش بالبحري، جات انا نادي التحت، جات واحده عيوز كلش قاطبه سكين بيده ما ادري قاطبه شيء بتسوي شيء، كان تجيب تقطف المال جليل سردته السكين، وانا عصايه هذا بجمال فوقي وطق حيل فيها على ظهرها لسكته تنسب، احتريت مو قاعد نشجع وهذا شقة طبل. هي نيوزيلنديه يعني مال، قال لا تسوون كذي ترى مو زين كذي، قلت شقة طبلنا ما زين، كان تروح العيوج بعد 10 دقائق ولا 10 عصابه يعني وياه لابسين تراتي هذا طول السفر عم بيجم بط، كان يحذف هذا ولا بطن ريش، اي اي بطني هذا بوش بيطقني انا، كان الطفل القوطي متروس يحوش بطن بهية الرش، والجماعة ضحك وسوالف وهذا، قلت له معاني زين خذيتوها بضحك يعني، اي خذينا مو طق هذا والرابع شيل عليه، لا يعوجك لا يعوجك ابو بدر، شيل عليه وين شيل عليه بجمال، كان تدين مباراة شاهوش خالد الحربان ينام على بطنه انسداح سوى، طقوا محمد سالم مصري عندنا دكتورنا طراقات، لا انا كويتي انا مش مصري انا مصري انا مو كويتي، وضحك عليه يعرفون مصري ما يعرفونك انت ويا وقفتين الكويت يعني، وطقوا فقي. أيوة صدق في مواقف تصير حق الجمهور وحق اللاعبين في المباريات. وانا سويت لابس علم الكويت شفت ناس يوني خلوني في ميدان وهذول انحاشوا، الباص من هنا اخر الشارع على ما ادش مشبك ما يصير ادش ملعب هناك، ولا انا لابس عين كان فسخه سروال مال عين هني وهذا فنينه لا نبطل، وضحكون علي انا فكرت اي ولا انطق ها اي، قال من وين جاي؟ من اي كوكب؟ ماكو كوكب هذا شكل جسمنا ترى هذا يصير ابو علي حتى الجمهور الاجنبي والاوروبي نفس الطريقه صحيح.